السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع يتعلق بمشروع زراعي مربح وغير مكلف. سوف نتحدث عن زراعة اليقطين أو ما يعرف بلب الخشب. ينتمي هذا المحصول الزراعي إلى العائلة القرعية مثل الكوسة أو القرع العسلي. لهذه في هذه الحلقة سوف نتحدث عن بعض المعلومات المتعلقة بهذا المحصول الزراعي من حيث الرعاية والعناية، وكذلك الإنتاج الذي يمكننا الحصول عليه من هذا المحصول الزراعي. كما تلاحظون بالنسبة لثمار اليقطين فهي غنية يعني تعريف عدة فوائد، سواء صحية وكذلك فوائد اقتصادية من هذا المحصول. تنتشر زراعته في المناطق الدافئة من العنب، وهو نبات عشبي زاحف ومتسلق يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار. لهذا كما تلاحظون معي يمكن زراعته عن طريق التعلق أو التسلق، أو زراعته من بين الأشجار المثمرة ما بين سياج للأرض. كذلك يتميز بفترة زمنية أطول من حيث الإنتاج مقارنة مع الكوسة. كما تلاحظون ينتمي إلى صيف القرعيات، إلا أنه ينتمي ويتميز بفترة أطول من حيث الحصاد أو قطف الثمار. كذلك يتميز بقلة استخدام المبيدات الفطرية نظرا للمقاومة له من حيث الأمراض الفطرية أو الحشرية. بالنسبة لطريقة الزراعة على العموم يمكن زراعته عن طريقتين: طريقة التسلق أو التعلق، كذلك طريقة الزراعة عن طريق شكل على شكل خطوط أو مساطب زراعية. المسافة بين كل خط 3 أمتار فهي شبيهة بزراعة البطيخ الأحمر. المسافة بين كل شتلة 1 متر، في الغالب يسمى بالأسمدة العضوية أو الأزوتية، كذلك وخاصة الأسمدة العضوية المخمرة. ينصح زراعته في الأوقات الدافئة، يتحمل الحرارة حتى 35 درجة، لهذا فهو أنسب في المناطق الحارة أو التي تعرف طقس حار أو درجة الحرارة مرتفعة لا يتحمل الصقيع. بالنسبة للتربة المناسبة لزراعة اليقطين فمختلف أنواع الأراضي يمكننا زراعة هذا المحصول الزراعي: أراضي الحمراء، أراضي الصفراء، أراضي الرملية، حتى الأراضي السوداء. كذلك بالنسبة للحصاد، يبدأ حصاد الثمار أو قطفها عندما تصل إلى 60 أو 70 يوما. كما تلاحظون بالنسبة لثماره أو بذوره فهي من أرخص البذور التي يمكننا اقتناؤها وزراعتها. بالنسبة للحصاد يكون كل 3 أيام إلى 4 ما بين كل قطفة وقطفة أخرى. بالنسبة للإنتاج في المتوسط الفدان على العموم ما بين 8 أطنان إلى 9 أطنان إذا كانت العناية والرعاية اللازمة والوقت المناسب كذلك له. أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول: البياض الدقيقي، وكذلك البياض الزغبي، وكذلك العنكبوت وحفارة الساق. فبالنسبة لهذا المحصول من المحاصيل الزراعية المربحة نظرا للقيمة التسويقية التي أصبح عليها من حيث بيع الثمار، وكذلك أن ثماره له عدة فوائد صحية لجسم الإنسان. كذلك لا يحتاج كمية كبيرة من الري أو الماء أو السقي، يمكننا سقيه مرتين في الأسبوع على حسب نوعية التربة والطقس. بالتوفيق في موضوع آخر حول الزراعة.